السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم طبختي ما في حدا ما بيحبها، أكل كتير طيبة، ملوخية ناعمة، ورح أسويها على الطريقة الحلبية الأصلية. أيام زمان كنا بحلب دايما نساوي الملوخية الناعمة، الورق قليل اللي يساويها، كنا نساويها بلحمة شقف أو كباب المدعبلة. حتى إذا سمعنا حدا عاملها بالفروج، جي بالفروج ما باكلها ما بحبها. الحمد لله رب العالمين، الله يديم النعمة علينا. بس أنا اليوم رح أسويها بالكباب المدعبلة على الطريقة الحلبية الأصلية، اللي ما مجربة يجربها، فعلا راح تكون كتير كتير طيبة. الورق كمان طيبة، ما بقى الكل، لا وأنا بساوي الورق بس أنا هاي بحبها أكتر. خلينا نروح هلا ندعبل الكبابة مشان نقليها وأرجع. وهلا هيك بسم الله الرحمن الرحيم خلصت الكبابة. الكبابة يعني اللحمة المفرومة ناعمة، نحن بنقول لها كبابة. هلا هيك دعبلتها وبدي احط لها شوية زيت زيتون، بتحبوا تحطوا سمنة كمان إذا بدكم، ما بتكون زيت زيتون ما في مشكلة. بسم الله. انا هون عندي الملوخيه ربع كيلو والكبابه كيلو. هلا بعد ما حطيت لها شويه زيت زيتون على نار وسط بدي اغطيها هيك لحتى تاخذ لون وبعدين بقلبها. هلا بعد احط لهم هيك رشه بهار. بسم الله الرحمن الرحيم. رشه صغيره لا تكتروا، لاني لحمه الغنم مشان ما تتغير طعمتها ما مكتر بهار. بسم الله. وكمان رشه ملح صغيره لاني لسه انا نملح الطبخه. بسم الله. تحريكه صغيره بعدين وعلى نار وسط بدي اغطيها واتركها هيك تستوي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي، ضو الشمس ضارب على المطبخ وعلى الغاز. بسم الله. هلا هيك بعد ما خلصت اللحمه قليتها صارت جاهزه، تركتها على الزيت. هلا بدي ابدا بقى بالملوخيه. بسم الله. هون انا بدي احط كاسه زيت زيتون لربع كيلو ملوخيه، واذا بتحبوا زيت نباتي او سمنه كمان ما في مشكله، او تحطوا زيت زيتون مع زيت نباتي او سمنه مع زيت الزيتون. زيت الزيتون هيك لحاله كمان بيطلع كتير طيب وصحي اكتر. وهلا مباشره بعد ما حطيت الزيت قبل ما يحمى منطب الملوخيه. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا بنحركها على نار وسط. طريقه تحميص الملوخيه اللي متعود يعني اللي مثلي انا مثلا او في ناس كتير كمان بنعرف من تحريكته من الوقت اللي اخذته من ريحته من لونه، بس اللي ما بيعرف ايش بيعمل، بنحط كم حبة صنوبر لحتى هيك يشقروا، هي كم حبة صنوبر لحتى هيك يشقروا ياخذوا لون الذهبي. يعني هون بيكون الملوخية اتحمصت. واللي ما عنده صنوبر بيحط سنين ثلاثة توم صحاح يعني، وهيك كمان لبين ما ياخذوا لون الذهبي بتكون الملوخية اتحمصت. بس في شرط، الملوخية ما بنتركها أبدا، بدنا نضل هيك عم نقلبها لوقت ما تتحمص. ممكن تاخد معنا وقت تقريبا 30 دقيقة حتى هيك نتحمص وناخد هيك الطعم الطيبة. بس إذا تركناها والتدعت فصارت للكب ما لها حل أبدا. هون شركنا الطبخة كلها، فمنشان هيك ما بنتركها أبدا ونحن عم نحركها، إن كان ملوخية ناعمة ولا ورق نفس الشيء ما بنتركها وقتنا نحمصها. وانتبهوا النار بدها تكون وسط. هلا بالنسبه للملوخيه الناعمه هي انا منين جبتها؟ انا وقت كان في ملوخيه الخضراء جبتها خسلتها صفيتها من الميات نشفتها، بعدين نشفتها بس مو على الشمس، نشفتها بالغرفه مديتها على الطاوله، فتحت هيك الطاوله حطيت شرشف عليها نضيف ومديتها، اروح واجي اقلبها لبين ما يبست. وقت اللي يبست فركتها، فركتها بالمصفي وهيك طلعت مثل ما نكون شايفين. هاي طريقة الملوخية الناعمة. أو إذا في بالسوق، بس أنا ما بعتقد هون بتركيا في بالسوق ملوخية ناعمة، ما بعرف. بسم الله. هلا نضل نحركها هيك لحتى نحمصها ونشوف الصنوبر أخذ لون الذهبي. وهيك أنا خلصت تحميص الملوخية مثل ما نكون شايفين، الصنوبر شلون أخذ لون ذهبي، هيك صارت جاهزة خلص. وريحتها بتغرف القلب، وصلت لراس الحارة، يعني اللي جاي من راس الحارة شم ريحة أطيب ملوخية حلبية. هلا بقى نجي لعيار المي. أنا بحط يعني إذا نعير بالكاسة، كل كاسة ملوخية ناعمة بتاخد كاستين مي. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عيرت بالصحن نفسه اللي حطيت فيه الملوخية. هي مرقة لحمة، إذا عندكم مرقة لحمة مرقة فروج بيكون أحسن، وإذا ما عندكم مي من الحنفية. هي حطيت صحن وبدي أحط الصحن الثاني. وهي الصحن الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. بنحط مي عادية من الحنفية. بسم الله. يعني مي باردة من الحنفية مو مي سخنة،
يعني حتى ما تشطط مثل معنى الملوخيه. خليني هيك انظف المعلقه وارجع. هلا هيك انا حطيت صحنين، هلا بتركها شوي لتطلع هيك بالغلوه. مثل ما قلت لكم حطوا مي بارده مشان ما تشطط مط يصير لها مطه، حطوا مي بارده من الحنفيه عاديه ما بدها مي سخنه، بنتركها هلا تطلع بالغلوه حتى نشوف السماكه. اذا سميكه كثير بيكون هون لسه بدها كاسه مي وحده مو اكثر، يعني زياده عن الكاستين اللي قلت لكم عليها. اذا عيرنا بالكاسه زياده عن الكاستين ممكن نحط نص كاسه. بقى السماكة اللي انتو بتنقوها وبتختاروها بعد العيار. اما هيك تحبوا سماكتها مثل ما هي تضل كمان على نفس العيار كمان بيصير. بسم الله. هلا هيك بعد ما قربت بدها تغلي لقيتها سميكة شوي، بدي احط لها كاسة مي زيادة على العيار، بس ما بدي اكتر من هيك. هلا خليها تغلي وبنرجع. بسم الله. وهلا مشان اتاكد انها ما يصير لها مطة او بالعامية هيك تمخط، خلينا نحط لها نص ليمونة معصورة. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا اهل مصر وتحية لهم، الملوخية عندهم اذا نجحت لازم تكون لها مطة، هيك بتكون الملوخية مزبوطة 100%، ونحن العكس. بس كمان ملوخيتهم انا دقتها كتير فعلا طيبة. بسم الله. هلا هيك بنخلي الملوخية على نار وسط تقريبا 10 دقائق هيك تغلي مع بعضها قبل ما نحط الكبابة. الملوخية انتبهوا الملوخية ما بتتغطى، يعني ما بنغطيها، إذا غطيناها بتصير المي فوق والملوخية بتنزل لتحت، منشان هيك كل شوي بنروح وبنجي هيك بنحركها مشان ما ترسي بالعقب. هيك هلا شوي 10 دقائق ومنطب الكبابة. هلا بقى نحط ملح، الملح حسب الرغبة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقولوا ليش هيك أم علي صوتها واطي و يمكن طريقة كلامي باردة، بس لأني هيك تعبانة وحاسة عم بتنفس بالزور، نفسي ضيق علي. الحمد لله رب العالمين. بس لازم بقى أكمل الطبخة. بسم الله. هلا بقى بنطب الكبابة اللي هي اللحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. هلا بعد ما طبينا اللحمة على نار وسط بدها تقريبا 20 دقيقة بتكون صارت جاهزة، لحتى نروح نسلي لية الخروف كمان ونحطها لناخد أطيب ملوخية. هلا هون أنا عندي تقريبا 150 جرام لية خروف، هاي بتعطيها الطعم الكتير طيبة. إذا موجودة بنصحكن تستعملوها مع الملوخية، وإذا ما عندكن ممكن تحطوا سمنة زيت زيتون تغلقوا فيها مثل ما أنتوا بدكن لنكوي فيها او لنحمص فيها الكزبره والثوم. بسم الله. هلا خلينا اول شيء نسلي الدهنه. الدهنه بدها تنسلى على نار واطيه مشان ما تطرش وتعبي الدنيا، وبنحط لها كمان رشه ملح حتى ما تطرش. بسم الله ما تكتروا اللي حطينا بالطبخه. وكمان كنا دائما نزين هيك الملوخيه على الصفر، نحط لها الصنوبر ايام زمان، وانا كمان راح احط لها صنوبر. اذا موجود بصير، اذا ما موجود بصير بلا وما وصفه الدكتور، يعني مو ضروري هو للزينه. انا حطيت شويه زيت نباتي بدي احمص فيه الصنوبر. هذا الصنوبر التركي بيجي هيك مثل ما انكم شايفين موطن طويلي تخين شوي. على كل هذا مو غالي مثل الصنوبر البلدي، هذا بيجي ارخص بكتير. هلا هون بدنا معلقه كبيره مليانه كزبره يابسه، هي هي، وبدنا راسين ثوم كبار لان الملوخيه بتجي طعمتها كثير بالثوم. بسم الله. انا هون راح اخذ بالثوم المفرز، وهذا بتلاقوا رابطه بصندوق الوصف وبالتعليق الاول. شايفين لا بدنا نقشر ولا ندق ثوم ولا شيء، راسا بنلاقيه جاهز. طريقته كثير سهله. هي كميه الثوم بدي اياها تقريبا راسين كبار. هلا هيك بعد ما سليت الدهنه شايفين شلون تحمصت، بنحط هلا الثوم. بسم الله الرحمن الرحيم. هي الثوم. هلا بدي احمص الثوم تقريبا دقيقه هيك، بعدين احط الكزبره لان الكزبره ما بدنا اياها تطول مشان كمان ما تمرمر. بسم الله. هلا قبل ما الثوم ياخذ لون الذهبي بنحط الكزبره كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا هيك خليها تتحمص هي والثوم لحتى الثوم ياخذ لون الذهبي، بتكون صارت جاهزه. وهيك هي اللية. بسم الله الرحمن الرحيم، مع الثوم والكزبره كمان صارت جاهزه.
وهي الملوخيه كمان صارت جاهزه مثل ما كنتم شايفين هيك سماكته. خلينا هلا بسم الله بسم الرحمن. ناخذ شوي كمان هيك بسم الله الرحمن الرحيم. وهيك الملوخيه صارت جاهزه شايفين شي طيب كتير. انا كتير بحب هاي الملوخيه ولو تشموا ريحتها بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا بقى نروح هلا على التقديم بسم الله. اللهم صلي على النبي. تشوفوا لي هالمنظر. انا شلت شوي من لية الخروف مع التوم والكزبره حطيتها كمان هون، وهي كمان الصنوبر بسم الله الرحمن الرحيم. تفرجوا بقى شوفوا لي على هالملوكية. هي ماي ملوخية، هي ملوكية. صدقوني اللي ما جربها وداقها من قبل كتير رح يندم. جربوها كتير كتير فعلا طيبة غير شكل. هي بيتاكل جنبها رز بشعيرية بس أنا ما سويت لأني عندي رز بالبراد. أكلة ملوكية بتتقدم لملوك. جربوها وما رح تندموا. ولا تنسوني من اللايك والاشتراك، ولا تنسوني من دعائكم كمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.